عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ان شاء الله في الفيديو ده هاخد رأيكم في حاجة كده، وهنزل برضو برنامج عشان الناس ايه ما تقولش يعني اللي انا عملت الفيديو ده ملوش اي لازمة. طبعا هو البرنامج ده اللي هنشتغل عليه النهاردة. تمام، طبعا قبل ما اقول اي حاجة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتشتركوا في قناة ادريد اكستريم، هسيب لكم رابط القناة تحت في الديسكريبشن، وتشتركوا في قناة عمار محمد برضو هسيب لكم رابط القناة تحت في الديسكريبشن، يعني تشتركوا فيها. طبعا انا باخد رايكم يعني، وطبعا بكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم اعمل فلوجات في القناه دي ولا لا. شوفوا يعني اللي عايز نعمل فلوجات يكتب في الكومنتات، اللي مش عايزني برضو يكتب في الكومنتات. تمام، البرنامج اللي هنشرحه النهارده اسمه وصله، طبعا في ناس كتير عارفاه يعني، اللي هو بتاع شحن الرصيد للتليفون. طبعا انا الحقيقه ما جربتوش يعني، بس انا هشرحه وان شاء الله في موضوع تاني او حلقه تانية ابقى اعمل لكم اثبات سحب يعني. تمام، خش كده على البرنامج. طبعا اول حاجه يطلب منك تسجيل، واعمل كل حاجه. تمام، اعمل كل حاجه في البرنامج، بعد كده هيدخلك على الواجهه اللي قدامنا دي. طبعا هو بيديك 5000 نقطه صافين، ال 73 اللي هي اللي جنبها على ايدك اليمين دي، دول انت اللي بتجيبهم يعني، تقعد تجمعهم. طب انت بتجمع النقاط ازاي مثلا يعني؟ ثانيه واحده كده. طبعا ده برنامج برضه بسيب لكم رابط البرنامج ده تحت في الديسكريبشن، وبعتذر لو في اي اصوات خارجيه جنبي. طبعا هنا معايا 5000 نقطه فاصله 73 واحد. تمام، طيب احنا نجيب بقى النقاط ازاي؟ نتصفح كده يعني، مثلا هنخش مثلا على الموضوع ده، هنستنى كده اما يحمل. اتصفح كده يعني، اطلع فوق وانزل تحت، وبعد كده تقوم جاي ضغط على العلامة اللي هي بتاعت البيت دي. زي ما انت شايفين كانت 75 او حاجة و70، بقت 87 يعني. البرنامج حلو جدا. طيب عايزين بقى نعرف شحن الرصيد يعني بياخد قد ايه. هنعمل كده اعرض محفظتي، زي ما انت شايفين كده ب5 جنيه رصيد هيديك يعني مقابل 15000 نقطة. انا معايا 5 يعني فاضل 10000 نقطة لسه. 10 جنيه 30000، 15 جنيه 45000. وممكن تتبرع، لو ضغطت على كلمة اتبرع كده هيدخلني على الصفحة اللي قدامك دي. مثلا يعني نختار اي حاجة، نختار مثلا مؤسسة مستشفى السرطان، سرطان الاطفال. طبعا اقل نقاط 500، وبعد كده تضغط على كلمة اتبرع، هيتبرع معاك بقى وكل حاجة. تمام، طبعا يا جماعة ده كان شرح سريع يعني مفهوش اي حاجة. ان شاء الله بسيب لكم رابط البرنامج زي ما قلت لكم تحت في الديسكريبشن، وياريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. وبشكر الناس على التعليقات التحفيزية اللي هي بتكتبها لي، وبشكر الناس اللي اشتركت في القناة ودايما بتدعمني. تمام، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وان شاء الله بنزل لكم اثبات سحب من البرنامج ده ان شاء الله. السلام عليكم.